في الصميم مهمه جدا لكل واحد اهلاوي كده، يعني الناس اللي هي في سني او اكبر مني هتفهم كويس قوي الكلام اللي انا هقوله ده، والناس اللي لسه طالعه جديد مهم جدا مع اختلاف العصور والازمنه وكل المحدثات اللي بتحصل وكل حاجه، لكن مهم قوي 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 ان انت تعرف اصاله ناديك، تعرف فكر ناديك، تعرف ان النادي بتاعك ده اسس وماشي على انهي نظام. يعني ليه النظام ما بيختلفش؟ ليه ما بنلعبش في السيستم احنا كنادي اهلي ليه ما بتلعبش في السيستم؟ الاشخاص بيروحوا وبيجوا، يعني الاسماء بتتغير، لكن السيستم اوعى تلعب فيه، ما تلعبش في السيستم ابدا. نظام الاهلي هو واحد، واحنا ماشيين على مثل يعني زمان كده يقول لك ايه، يعني من حبنا حبناه او من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. يعني سياسة الأهلي ماشية في الحتة دي، طالما أنت محب بشكل كويس قوي خلاص إحنا بنكمل بشكل هايل. طيب سلسلة الأهلي جاية من اللي أنا هقوله ده، يعني بتلاقي مجلس إدارة يعني عنده القيادة وعنده الرؤية وعنده الفكر وعنده التاريخ الكويس جدا، وعنده سواء كان على المستوى الرياضي أو شخصيات عامة أو شخصيات عسكرية، فبتلاقي القياده ماشيه في اتجاه واحد وهي مصلحه الاهلي، والاهلي فوق الجميع رغم يعني اعتراض بعض الاشخاص عليها او كثير من الاشخاص من ينتموا الى انديه اخرى، لكن انتوا حرين، يعني مش هسقيك الدواء كده بالعافيه، يعني مش هسقيك الموضوع غصب عنك، يعني تقبل ما تقبلش دي حاجه تخصك، يعني دي بتاعتك انت، لكن بتاعتنا احنا ماشيين عليها وبتسعدنا جدا. طيب فهتلاقي القياده الاداريه العليا كمجلس اداره للنادي الاهلي بيحسن اختيار الجهات التنفيذيه، الناس اللي تحت، وبيديها الصلاحيات وبيديها الادوار اللي يمشوا فيها، وفي الاخر بتبقى سلسله متتابعه كده خطوات، يعني مجلس اداره، لجنه كوره، كان في الجزء بتاع الرياضه يعني تحديدا او كره القدم، يعني مجلس اداره، لجنه كوره، مدير كوره مثلا ومدير فني وهكذا. فهتلاقي في فتره من الفترات مثلا ولي جعفر باشا الرئيس تمام يعني بياخد قرار مثلا اللي هو ايقاف حسين حجازي في فتره من الفترات او زمن من الازمنه عشان ما رضيش ياخد او ما رضيش يستلم ميداليه المركز الثاني، تمام؟ حتى لو انت مش حابب ده، في ناس كتير ممكن تقول اه ما فيش مشكله، ده كان نفسيا تعبان، ده كان نفسيا مش عايز ياخدها، ده كان عايز فرقته تبقى الاول، لكن بياخد قرار يعني ان هو الراجل ده يتوقف، وبعديها باسبوع على طول تيجي مكافاه ربنا على طول. ما هو الصح صح حتى لو كان في حاجه غلط في البدايه او ربنا مش موفق، يعني الصح هيفضل صح والغلط هينتهي غلط حتى لو كان ربنا موفق في البدايه. فالراجل صاحب مقوله مثلا البطوله يعني مش اهم من الاخلاق، الاخلاق اهم من البطوله، وبعديها باسبوع على طول تيجي يعني مكافاه ربنا سبحانه وتعالى عشان القرار صح، قرار خالي من المنظره او من الشو، قرار في مصلحه النادي. فبعديها باسبوع على طول يجي كاس مصر تمام، والاهلي ياخد الكاس بدون حسين حجازي، وحسين حجازي كان واحد من اساطره كره القدم في العصر ده. يعني بعديها يعني يمر الزمن وتمر الايام والمباريات والدوريات والبطولات، يجي موقف تاني، انت بتختار صح، بتختار ناس 100 100، بتبقى في مجلس الاداره تختار حد في الجهه التنفيذيه زي ما قلت لك مثلا كمدير كوره ولعيبه، فاللعيبه داخل الملعب بتبص على الخطوط، فبتلاقي واحد بقيمه مثلا كابتن صالح سليم كراجل مدير كوره، فالراجل مدير الكوره كابتن صالح سليم بيبدا يدي شويه نقاط او شويه اسس ومبادئ، والغلط غلط والصح صح، فبيطلع جيل بعديه بشويه كابتن صالح سليم يروح، يعني كان ايامها ممكن يكون الفريق مرتجي، فكابتن صالح سليم يبقى عضو مجلس اداره، وبعد كده كابتن حسن حمدي يبقى مدير للكوره، وكابتن حسن حمدي بياخد موقف او بياخد قرار ما تلاقيهوش يحصل ابدا ابدا، يعني يوقف عدد كبير جدا من اللعيبه وانت مقبل على الدور 8 في كاس مصر، فيوقف فرقه بالكامل باستثناء حارس المرمى وباستثناء اللي هو كان كابتن احمد شوير في الوقت ده سنه 85، ورايح تقابل مين؟ رايح تقابل الغريم التقليدي بتاعك او المنافس الاساسي بتاعك في الدوري والكاس وكل البطولات المحليه اللي هو نادي الزمالك، وبقى اساطرته بقى يعني كابتن فاروق جعفر، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن وكوارشي، كل النجوم كله، انت راح تلعبها او تلعب الفرقه ديت بنجوم 20 سنه،
يطلع لك جيل بقى، يطلع لك احمد جمال ويطلع لك حسام حسن ويطلع لك طارق خليل ويطلع لك محمد السيد ويطلع لك مجموعه من علاء عبد الصادق ويطلع لك مجموعه من الناس، الجيل الصغير ده تمام يلاعب جيل فطاحله نادي الزمالك سنه 85. لكن عشان القرار صح، عشان القرار صح فتيجي مكافاه ربنا سبحانه وتعالى في الملعب ويكسب الاهلي 3-2، يكسب يعني اساطره الزمالك في العصر ده في سنه 85. وبعد كده بعد كابتن حسن حمدي بقى يجي اهو الماتش اللي انتوا شايفينه ده تمام، يجي بعد كابتن حسن حمدي يجي كان كابتن علي زور او هو اول مدير للكوره، وبعد كده كابتن صالح سليم، وبعد كده كابتن حسن حمدي، وبعد كده تمر بقى الايام بكابتن ثابت البطل، كابتن محمد رمضان، يعني ناس من اللي مسكوا المكان ده كاداره تنفيذيه. اللي عايز اوصل له يعني جيل كابتن حسن حمدي مثلا يبقى معاه جيل التلامذة اللي سموه بعد كده، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل، كابتن مجموعه مش عايزه، كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه، مجموعه من الاسماء الكبيره جدا جدا جدا. اللي عايز اقوله ان انت بعد يعني بتاخد من الملعب بقى يعني حاجات بتتعلمها من الناس اللي على الخطوط، والناس اللي على الخطوط بتاخد تواصل من الناس اللي في القيادة الإدارية فوق على أعلى مستوى، فبيطلع جيل الأهلي، بتطلع منظومة الأهلي، بتطلع يعني مدرسة الأهلي، المدرسة اللي هي تتكون من النظام والالتزام والاحترام والتقدير رغم الاختلاف. رغم الاختلاف ممكن يبقى بيني وبينك اختلاف شديد جدا، لكن لا يمكن يبقى فيه تجريح، لا يمكن يبقى فيه تجريح في الآخر، لا يمكن يبقى فيه اتهامات للآخر، اتهامات بقى لو على المستوى السلوكي، على المستوى الإنساني، على المستوى الذمم، ما ينفعش كده، ما بتلاقيش الكلام ده عندنا في النادي، ما بتلاقيش الكلام ده خالص 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 في النادي. فأنت بيطلع لك بقى، يطلع لك كابتن خطيب يبقى مشرف على الكوره، يجي في وقت من الاوقات الدنيا تبقى صعبه جدا جدا في مستوى الكوره ولا حاجه في 2003 وتخسر دوري بهدف، فيرجع تاني يعيد البناء الفرقه من جديد عشان المجموعه بتاعت اللعيبه اللي موجود عندها الاستعداد ده، عندها حب النادي ده. كل اللي انا عايز اوصله في الاخر ان مدرسه الاهلي رغم اختلافها في بعض الاوقات وبعض الازمنه مع يعني سواء كان أندية أخرى ولا حاجة، لكن في النهاية بيبقى احترامنا للآخر، بيبقى تقديرنا للآخر. كل اللي أنت بتطلبه أو عايزه أن أنت تتقابل بنفس المعاملة، تتقابل بنفس المعاملة، وعلى المشاهد أو على المشجع يعني أن هو بيعرف كويس قوي يفصل ما بين ده وما بين ده، ما بين مدرسة القيم والمبادئ والأخلاق رغم الاختلافات، وما بين مدرسة البذاءات والتجريح والشتائم في الاختلافات. على المواطن او على المشجع ان هو يختار، وعلى المشجع ان هو يفصل ما بين ده وده بما يرضي الله من خلال التاريخ ومن خلال يعني المواقف والاحداث. احنا مش في المدينه الفاضله، اكيد من 1907 لحد دلوقتي في بعض الاخطاء او بعض القرارات اللي ممكن ما تبقاش انت يعني فاهمها بشكل كبير جدا، مش ممكن قراراتك في 111 سنه يعني هتطلع كلها 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 مظبوطه، لكن النسبه الاعظم والنسبه الاكبر اكيد صح. انت بتشوف مصلحة النادي مع حبك للآخر او مع حبك لحد في القرار ده، لكن مفيش عشم ابدا يفوق النادي الأهلي.